اليوم سنكتشف الجزائر بأعين سفير دولة الكويت. جميلة الجزائر في أهلها وناسها. غادي ناكلوا أنا وسعد السفير بيتزا كاري. كاري ما عم يخلص علينا. أنا لاحظت شيء يعني غريب هنا بالجزائر، فيهم شهامة ما هي متصنعة. كلمات يعني تعلمتها كيف كيف ومريقلة. دحمان حراشي صارت أغنيته أيقونة. نعرف قيمة هذا البلد، هذا التراب، هذه الحرية لما تنزعها بالقوة. والله غالب هذه غالب. جملة جميلة جدا تحمل ذكراها دائما معك طول العمر. الجزائر بأعين السفراء.